اللي داروا مذكرات وقدموهم للجنة الاستشارية ديال مراجعة الدستور. عندنا مؤسسة يمكن نقول بأنه هذا الموضوع ديال الأطفال كذلك محتاج. أنا في الطفولة ديالي كنت في وضعية صعبة، كنت أنا أيضا طفلة في وضعية صعبة اللي الآباء ديالي ما تمكنونش أنهم يدخلوني المدرسة، وبالتالي هذه المشاريع هذه ولا السياسة العمومية اللي كتشتغل عليها الدولة تمكين الأطفال في وضعية صعبة من إدماجهم في المؤسسات ومحاربة الهدر المدرسي، تمكنت أنني ندمج في برنامج فرصة ثانية. وفي البداية في سنة 2005 كنت درست في برنامج محو الأمية في المساجد، قريت واحد سنة ما، ومن بعد تم يعني التحقت بالجمعية ديال المجتمع المدني في إطار برنامج فرصة ثانية، وتم إدماجي في المؤسسة التعليمية كأي طفلة من حقها أنها تمدرس والتعليم. تمكنت أنني نولج للسنة الثالثة ابتدائي، ومن سنة ثالثة حصلت على البكالوريا سنة 2016، وأيضا سنة 2019 حصلت على الإجازة في شعبة علم الاجتماع، وفي سنة 2019 حصلت على شهادة الماستر شعبة علم الاجتماع بمدينة مكناس، جامعة مولاي إسماعيل مدينة مكناس، والإجازة عفوا بمدينة جامعة محمد الخامس بالرباط. والآن أنا في سلك الدكتورة سنة أولى بشعبة علم الاجتماع. وشكرا. يعني كتشتغلي في واحد المجال اللي انت يا جوزة؟ نعم، لك انا بطبيعه الحال كنشتغل في مجال اللي انا كنبغيه، اللي عنده معنى، عنده جوهر بالنسبه ليا، اللي انا عندي كل طموح كل اهداف انني نعاون دوك الاشخاص اللي كنت انا جزء منهم، كنت حتى انا وحده منهم، انني نعاونهم. وهذا بطبيعه الحال انا سعيده جدا بالاشتغال ديالي في هذا المجال.